لمناقشة أسباب ودوافع انسحاب أربع ميليشيات منضوية ضمن الميليشيا الحشد، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. دكتور جاسم، مرحبا بكم. أربع ميليشيات اليوم أعلنت انسحابها من الحشد وانضمامها لوزارة الدفاع، ما أسباب ذلك دكتور؟ نعم، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني بداية أحب أن أقول رمضان كريم للجميع، لكل العراقيين. نعم. ولمتابعي الرافدين، ونأمل أن يكون رمضان قادم عراقا خاليا من الميليشيات ومن دولة اللامواطنة، ونأمل أن تكون هنالك دولة حقيقية وطنية في العراق. بالنسبة لهذا القرار، يعني حقيقة هو ليس جديدا، وفي ذات الوقت هو من القرارات الغريبة. معلوم أن هيئة الحشد الشعبي هي هيئة غير دستورية، لكن نحن نتحدث اليوم عن واقعية هذه الهيئة. نعم. هي اليوم هيئة قائمة في العراق. نعم. هي مرتبطة برئيس الوزراء أصلا باعتباره هو القائد العام للقوات المسلحة في العراق. طيب. فما معنى أن يصدر عادل عبد المهدي قرارا بأن تكون هذه الميليشيات تابعة له؟ الأمر غريب، الأمر حقيقة يدلل على عدم فهم هؤلاء للقيادة في العراق. يعني هم يناقضون أنفسهم بهذا الأمر، وربما هنالك غايات مدفونة وغير ظاهرة من وراء هذا القرار. ربما منها هي التغطية على بعض يعني الصور الفساد المالي والإداري لهذه الميليشيات التي ربما افتضحت من قبل الميليشيات الأخرى، أو ربما وهذا هو المؤكد أن هنالك تناحر على القيادة داخل الحشد الشعبي بالذات. نعم. بعد مقتل أبو مهدي المهندس والأكبر منه قائد سليماني الذي كان ينظم أوراق تلك الميليشيات في العراق، وعليه نعم. القضية هي قضية فساد مالي وإداري وقضية عراق وصراع على الزعامة بين هذه الميليشيات. دكتور، باعتقادكم هل هذه الميليشيات تشكيل عسكري يعني يقع ضمن القوات المسلحة أم أنه جيش موازي آخر؟ هم بموجب القانون يقولون أن هذه الهيئة تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة. نعم. لكن في الواقع هي غير ذلك. كل ميليشيا لها قيادة، وهذه القيادة أو ربما يمكن أن نقول بعبارة أدق، هنالك يعني مجاميع ميليشياوية متقاربة مع بعضها، وربما هنالك من هي تابعة لرئيس منظمة بدر، وهناك من هي تابعة لزعيم التيار الصدري، وهناك من هي تابعة لقيس الخزعلي، وربما هناك لطرف رابع. أنا أعتقد هم ربما أربع أطراف قيادات كبرى، كل قيادة من هذه القيادات تأتمر يعني بأمرها العديد من الميليشيات. أما أن نقول أن عادل عبد المهدي أو رئيس الوزراء القادم يمكنه، أو حتى وزير الدفاع يمكنه أن يؤثر يعني قانونا على هذه الميليشيات، فأعتقد أن من يقول ذلك لا يفقه شيئا في الواقع الأمني والسياسي والعسكري في العراق. هناك من يقول أن قرار انفصال هذه الميليشيات ربما لم يصدر من داخل العراق، وأنما جاء بأوامر من طهران. تتفق مع هذا الطرح دكتور؟ وما الجديد في الأمر؟ وهل هي إيران لأول مرة تتدخل في الشأن العراقي؟ الإيران متدخلة عموديا وأفقيا في الشأن العراقي، وإن كان هذا الأمر صحيحا فلا أعتقد أنه غريبا، أنه غريب، لأننا نتحدث عن دولة وهي إيران متحكمة بشكل كبير في العراق. وبالتالي وإن قيل أن هذا الأمر من إيران، فأعتقد أن هذا الأمر طبيعي جدا، وإيران قالتها مرارا وأنها تتحكم بأربع مدن منها بغداد، وعليه أتصور أن الأمر يعني ليس غريبا أن يقال أن إيران هي وراء هذا الأمر. وسواء كانت إيران وراء هذا الأمر أم لم تكن، أنا أعتقد أن الحقيقة الكبرى الماثلة أمامنا أننا أمام حالة لا دولة. يعني لو كان لدينا حكومة حقيقية وطنية قادرة على أن تقود البلاد إلى الغرفة الآمنة لما تمكنت إيران ولا غير إيران أن يتحكموا بالمشهد الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق. لكن مع الأسف الحالة العراقية فيها نوع من شبه يعني ضياع لمفهوم الدولة في البلاد، وبالتالي تمكنت إيران وغير إيران من التدخل في الشؤون العراقية، وهذا حقيقة هو الذي دفع شباب العراق من الذين وعوا
حقيقة كبرى أن هذه الحكومات إن بقيت ولو لعشرين سنة قادمة لا يمكنها أن تبني دولة، لأنهم مع الأسف لا يفقهون معنى السياسة، وبالتالي من لا يفقه معنى السياسة أنها لخدمة الناس ومن أجل ترتيب أمورهم وإطمئنان حياتهم وبعيدا عن المصالح الحزبية والشخصية لا يمكنه أن يبني دولة، وبالتالي هذه الحالة المؤلمة هي القائمة في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم. دكتور، نبقى في نفس الموضوع ولكن لا نذهب ربما بعيدا. الجيش الأمريكي يؤكد أن العراق سيتوجه له الفريق القتالي التابع للواء الثاني من الفرقة 82 المحمولة جوا، وذلك ضمن إطار خطة استبدال الوحدات العسكرية خاصة في العراق وأفغانستان. هل تعتقد أن المواجهة ضمن هذا الاستبدال مواجهة قائمة بين الولايات المتحدة وإيران؟ وهل تم الاتفاق ضمنيا على أن يكون العراق ساحة لهذه المواجهة؟ يعني أنا أعتقد أن القضية هي قضية تبادل قوات فقط، يعني تغيير قوات أمريكية في العراق، وبالتالي القوات الموجودة في العراق هم قرابة، هناك من يقولهم أكثر من 10,000، هناك من يقولهم 5,000، تعلم لا يوجد لدينا إحصائية دقيقة على عدد قوات أمريكية في العراق، وبالتالي أعتقد أن القوات الموجودة بما لديها من يعني أسلحة سواء طائرات مسيرة أو غير مسيرة والباتريوت وغيرها، وبالتالي أعتقد أنها قادرة على صد أي هجوم إيراني مرتقب أو ميليشياوي. وعليه السؤال، هل يعني الفريقان الأمريكي والإيراني اتفقا على أن تكون المرحلة القادمة يعني تكون مواجهة حقيقية بينهما؟ أنا أعتقد أن هذا الأمر بعيد على الأقل في المرحلة المنظورة، ذلك لأننا حينما نتابع الهجوم الكبير على قاعدة الأسد من قبل إيران كان الرد الأمريكي ردا لا يوازي هذا الهجوم، وبالتالي ربما هنالك يعني فوائد متبادلة ما بين الطرفين، كل فريق له حصة من هذه الكعكة العراقية، ولا أعتقد أنهما سيتورطان بحرب يعني مفتوحة بينهما ولو كانت على الأرض العراقية. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، شكرا جزيلا لكم.